قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في خطابه إن اليمن يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأن وباء فيروس كورونا يهدد حياة معظم اليمنيين في وضع أشد من أي وقت مضى. كما دعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى العمل بجد لبذل جهود للتخفيف من هذه الأزمة. من جانبه جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في خطابه دعمه لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث ودعوته للتوصل إلى اتفاق الوقف الدائم لإطلاق النار. الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنساني أعلن في الاجتماع أنه سيقدم لليمن مساعدات إنسانية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. يعد هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه للمانحين لليمن. لم يحدد المؤتمر هدفا للتبرعات، ولكن كشف نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن لوكوك قبل أيام أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تحتاج إلى 2.4 مليار على الأقل لإنجاز العمليات الإنسانية لهذا العام في اليمن. ولكن ومع النقص الشديد في الأموال، قد اضطر إيقاف أكثر من 30 مشروعا للإغاثة الإنسانية في اليمن في الأسابيع القليلة القادمة من قبل الأمم المتحدة، الأمر الذي سيجعل الملايين من اليمنيين لا يستطيعون الحصول على المساعدة اللازمة من الغذاء والدواء.